الفائض إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ومنهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي ومعروف الكرخي وبشر الحافي وأبي يزيد البسطامي، ثم إلى سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي باهولين الشبندي وسيدي أحمد الرفاعي، ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي، ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية، ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بن وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدرس وحبيب علي بن بكر سكران وحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدرس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشبر الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أرشد الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني، ثم إلى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم السيد الراتب وصيب الوارد الحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن الصالح بن الجفري والحبيب عبد الله بن سيد بن طاهر، ثم إلى سيدي وحيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وصالح وفريه، ثم إلى سيدي والشيخ وقرة الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه وزوجاته وإخواتي وإخواني وأولادي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي البخاريجة وصولهم وفرهم، ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته بشفاء مدي طه بن عبد الله ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي وسيم أرفان، ثم إلى روح الحبيب محمد نجم بن طه بن عبد الله السقاف، ثم إلى الحبيب علي بن بكر السقاف والحبيب جدي أحمد عبد الرحمن وجدي عبد الرحمن بن حسين وجدي علي بن مدهبشي وجدي ويجي وجدي زهرة طلحة، ثم إلى أرواح أولياء أهل البلدة وسريها، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم، ثم إلى بابات كريتي، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم جماعة المسلمين، أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وأنفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا الآخرة، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين يفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم، وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وطن ويرزقنا إياكم جميعا العافية ودوام العافية الشكر وعافية العافية والعافية من كل أذية بلية ويرزقنا إياكم جميعا رزاقا كثيرا طيبة حسية ولمنوية بإذن الله والشكة وملطف العافية السلام الطافق والهداية والرضا لنا في الدين والآخرة، وأن الله يرزقنا إياكم جميعا حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملطف العافية، وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا علوما نافية وعملا متقبلة وقلبا سالما ولسانا ذاكرا، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين يفقهنا في الدين ويجعلنا إياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم، وأن الله يرزقنا إياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ولطف وعافية والسلام والتوفيق والهداية والرضا والإناية في الدين والآخرة الهذينية وعلى كلية صالحة جامعة نافية وعلى منهج علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية والستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية والستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية والستر وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد وسلم نبيا ورسولا وبحبيب علي بن محمد الحبشي أبا وشيخا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبحبيب علي بن محمد الحبشي أبا وشيخا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبحبيب علي بن محمد الحبشي أبا وشيخا. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاعة الخير وأعوذ بك من فجاعة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية فات الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسبه بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك يا الله. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة ألف مرة. الحمد لله. Tes 1, 2. Bisa dikeraskan sedikit. Suaranya kelihatan kurang kuat. Tes. Tes 1, 2. Tes. Cek. Ya, segini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah ini hari Sabtu kita akan bahas tafsir, dan kita akan mulai dulu dengan tafsir Al-Fatihah secara ringkas aja ya. Ringan biar kita bisa khatam Al-Qur'an, paling tidak kita tahu terjemahannya secara betul. Tahu artinya secara benar sehingga kita bisa lebih mentadaburinya dan lebih khusyuk kalau waktu sholat paham akan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatih wa dhalla kullu syai'in li'izzatih wa istaslama kullu syai'in liqudratih wa khadha'a kullu syai'in limulkih wa subhanallahi syari'il ahkam al-mumayyiz bainal halali wal haram ahmaduhu ala ma fataha min ghawamidil ulum bi ikhrajil afham wa salatu wassalamu ala sayidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlam salatan wa salaman daimain ma damatil ayyam amma ba'du fa yaqulu ahqarul wara Muhammad Nawawi qad amarani ba'dul 'izzah 'indi an aktuba tafsiran lil Qur'anil Majid fatarattu fi dhalika zamanan tawilan khawfan min ad-dukhuli fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad ahta wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar fa'ajabtuhum ila dhalika lil iqtida' bis salafi fi tadwinil 'ilm ibqa'an al khalqi wa laysa ala fi'li mazid walakin likulli zaman tajdid wa liyakuna dhalika 'awnan li وللقاصرين مثلي وأخذته من الفتوحات الإلهية ومن مفاتيح الغيب ومن السراج المنير ومن تنوير المقباس ومن تفسير أبي سعود وسميته مع الموافقة لتاريخه مراح اللبيد لكشف معنى القرآن المجيد وعلى الكريم الفتاح اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي والآن أشرأ بحسن توفيقه وهو المعين لكل من لجأ به. Ya, ini yang saya baca tafsir yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Bukan Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin, tapi Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, ulama kita yang menjadi ulama besar di Mekah tempo dulu ya, karya-karyanya banyak. Di antaranya ada kitab Nasaihul Ibad yang nasihat serba macam-macam ya. Banyak karya Imam Nawawi Al-Bantani. Insyaallah pagi ini kita akan baca tafsirnya. Tafsirnya ringan, ringkas, tapi sudah mencakup tentang tasawufnya ada, fikihnya ada, jadi enak. Kadang ada tafsir itu kurang bahas ilmu tasawufnya. Tafsir cuman yang sifatnya kaku mendasar gitu ya, hukum-hukum saja gitu. Tapi ilmu hatinya kurang dibahas. Kalau Imam Nawawi karena ngambil dari beberapa tafsir dikutip gitu, dinukil. Sehingga tafsirnya rasanya lembut, enak. Di sini beliau mengatakan, segala puji syukur bagi Allah yang segala sesuatu tunduk pada keagungan Allah, kemahaagungan Allah. Dan segala sesuatu itu tunduk kepada kemahaperkasaannya Allah. Puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung ya, dan semuanya tunduk kepada Allah. Kita akan langsung pada poin-poin yang penting. Imam Nawawi menyatakan, saya diminta oleh orang-orang yang punya kedudukan di dalam hati saya. Punya kedudukan dalam hati saya, sahabat-sahabatnya, ya, orang-orang yang mulia. Minta agar beliau menuliskan sebuah tafsir. Menuliskan sebuah tafsir. Tapi beliau selama itu belum mau nulis, ragu-ragu. Nulis, enggak. Kenapa ragu-ragu? Karena beliau takut nanti kalau ternyata yang ditulis itu bukan yang berasal dari Allah, ya, bukan berasal dari Allah, tapi dari pikirannya sendiri yang dibimbing oleh hawa nafsu. Ada pikiran yang dibimbing oleh Allah, ada pikiran yang dibimbing oleh hawa nafsu. Beliau takut kalau sampai nanti dari pikiran yang dibimbing oleh hawa nafsu. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta
siapa yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan pikirannya sendiri, pikiran sendiri yang dibimbing hawa nafsu tadi, kemudian tampaknya benar, tampaknya benar, kelihatannya pas gitu ya, kelihatannya pas, faqad akhta, sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang salah. Kadang dia salah tapi gak ngerti. Ya, tampaknya benar, sesungguhnya dia telah salah. Kalau toh dianggap benar, benarnya saja salah, apalagi salahnya. Ya, benarnya saja salah, apalagi salahnya. Man qala fil Qur'an, man qala fil Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Riwayat yang lain, man fassara al Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akal pikirnya sendiri tanpa didasari sumber-sumber daripada tafsir-tafsir sahabat, tanpa didasari dari apa namanya? Sumber-sumber bimbingan ilahiyah, orang yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, silahkan ambil posisinya di neraka. Falyatabak makadahu minenar. Dan sering kita mungkin mendengar orang-orang yang seenaknya sendiri menafsirkan Al-Quran. Cuman baca terjemahan, kemudian maknanya seperti ini. Baca terjemahan, maknanya seperti ini. Ulama mengatakan, di antara kelompok orang yang menafsirkan Al-Quran menurut pemahamannya sendiri, menurut akalnya sendiri, yang diancam adalah orang yang menggunakan ayat-ayat yang ditujukan untuk orang-orang kafir, tapi ayat itu dipakai untuk menghakimi umat Islam. Jadi ayat-ayat untuk orang kafir, tapi digunakan untuk menghakimi umat Islam. Ini termasuk menafsirkan Al-Quran menurut akalnya sendiri. Contoh, ini ada orang yang suka ngomong gini. Ini banyak ini orang ulama yang mengikuti leluhurnya. Ya kan? Banyak ulama yang mengikuti leluhurnya. Leluhurnya ziarah kubur, leluhurnya yasinan, leluhurnya tahlilan. Dia ikut leluhurnya. Kan dikatakan di Al-Quran tuh, jangan mengikuti leluhurmu. Fil makna ya, nanti sesat seperti leluhurmu. Itu neraka jahanam untuk orang-orang yang seperti itu. Ini termasuk menafsirkan Al-Quran dengan pikiran.